هما دراهم بوربوايا هنا ستوراب زي الحاجات الزيدة السمعة في الطمز زياد. الإخوان الأخوات مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحبوا بكم في هذا الفيديو الجديد، كنقدموه لكم من مدينة الناظور. غادي نحاولوا نشدوا الطريق ديال المداري اللي داروه جديد من جعدار، يعني من مدينة أزغنان تقريبا أو الطريق الساحلي إلى بني أنصار، الذي يمر على مناظر خلابة ومناطق خضراء جبلية رائعة. قيم ثكين غيي ثما لفيديويا أتزام شرخان الطبيعة اعدو خسو بريدة ونقين جديد جاء الطريق الساحلي أرب لنسا. قيم ثكين وتتوثبو الجيم باش تسقعد شوية القناة باش دوم تنتكر بدا الجديد أقوم غزام غزام تبارك الله ما شاء الله الطبيعة. يجمو بريد نعم سيدي تكسر قنض تعطي غفاوين نعم سيدي خزامة مود قدورة كلشي دا زيزا اي قوم يودا ترسن بهايم الطبيعة البادية وتبارك الله غزام شن تودرينا قوم تثير غبس يصدغنا مود الطبيعة ذي الهواء النقي ما شاء الله تبارك الله باش تزد غديها غي يتما قوم ديال قدور عارين دواري مغاسو درينين ما تسمير حياتني إلا غاسن شوية المشقة مبريد تفاوت دوامان يمكن غاسن تفاوت دوامان ديني الله أعلم أمان قامو حار تفاوت يمكن فعدو غاسن ديني. إذا مش دوارا ما قوم شمخان طبيعة شمخان تزيزوت بعد التسقطات المطارية في الأونة الأخيرة قبيح من الطبيعة ما شاء الله تبارك الله على الخضرية كي دايرة هنايا منطقة الناظور. وهذا جبل كولكو بالعلم انه جبل كولكو هذا هو مدران كوركوايا هنا ستوراب زي الحاجات مزيدة السمعة في الطمز زياد عابر سبيل هذه الطعمة هذه الزج. إذن أيتما أكني وجه أكر خارة المشاهد
إذن أيتما قوم البحيرة مارتشي كامل باش تتورم سانيتا قناعة كبتي وسانيتا خبلينسا على حال أنه صابلينسا قوم البحيرة مارتشي كام تبان زيرو على تورم تايزا ديرو ستجيتين غيرين ربحان بقنا قوم يغاروبا يسربان تورم اسم منظر رائع أيتما سانيتا تبارك الله ما شاء الله أكل خارة أنتو الزيزوت صراحة غيت ما بريدا مختصر التاس نعم سيدي اختصار الدبري زي هندي مزغنان زي الساحل يقع في الطريق الساحل يقع الرمفون مفرا يسبقط أردني ترب لينسا وات كم قعت هندي سورة ستوبا سورة الحسران هندي دي هندي تنظى قوم بنادم السادغيك تسيع ويقوم يسيد تكن قوم نيضطها أبريد بلينسا الرئيسي تنديت النظام أردنيتا أنت ختم فيديو يا إثماء أتمنى ذريع عجبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.